انتصار عملت دور فظيع. انتصار ممثلة عظيمة بجد، عظيمة وإضافة لأي عمل فني. وأنا سعيد بها جدا في رمضان السنة دي، لأن هي كسرت الدنيا بمسلسلين. نجمة رمضان السنة دي، نجمة رمضان الأولى السنة دي. وهي في مكانها اللي تستحقها بصراحة. وهي أصلا طلعت حلقتين بس في أشغال شقة وكسرت الدنيا. ودورها عظيم في أعلى نسبة مشاهدة. جدا جدا. هي ممثلة يعني حقيقي عندها قدرات عالية قوي. طبعا حلقة الأمن والنبي. نهى عابدين طبعا، ازاي يعني من احلى الحلقات برضو بتاعه الامن. انا كنت ماشيه فاهم يعني الناس كلها. نهى عابدين بتضحك من كتر ما هي جد، واخده الموضوع بجد قوي، فالكوميديا طالعه من كده. ما قالتش ولا فيه، بس الحلقه بتضحك جدا. ايوه بس بس حلقه الامن انت شفت الناس بتهرش كلها. تهرش الناس كانت ماشيه تهرش كلها. يعني ما قلقتش من حلقه الامن دي؟ يعني في الكتابه ما كانتش من احب الحلقات بالنسبه لي. انما خالد وشيرين قالوا لي دي هتطلع حلوه قوي. فقلت لهم خلاص، يعني انا كنت وصلت لمرحله معاهم ان انا خلاص واثق فيهم بقى. يمكن انتوا شايفين حاجه انا مش شايفها، فلما اتعملت فعلا طلعت من احلى الحلقات. الحمد لله. مين تاني؟ احكي لي تاني مين ضيوف شرف كانت الحلقه بتاعتهم مميزه جدا. ريم خوري اللبنانيه. حلقتها كانت حلوه جدا. ايلا. ايوه انت كنت عايز. اتضايقت قوي ان هو كان هيتجوزها خلاص. يعني دي كانت حلقه حلوه قوي. تعتبر اشغال شقه احلى مسلسل انت عملته؟ انا بحب اللعبه قوي برضه بصراحه. يعني ما اقدرش اقول الاثنين بحبهم بصراحة. جدا بحب الرجل العناب جدا. بس اللعبه كمان ليه مكانه، لان هو أربع سنين. أيوة. الناس متعلقة بيه قوي، الأطفال متعلقين بيه قوي. هيبقى فيه جزء خامس من اللعبة؟ إن شاء الله. هيبقى فيه؟ إن شاء الله. إمتى؟ هو بيتكتب دلوقتي، في حلقتين اتكتبوا. وهيخلص رمضان هنبدأ نشتغل مع المؤلفين على باقي المسلسل ونصوره. في 2024 إن شاء الله. هتنزلوه رمضان الجاي المرة دي؟ والله هو مقراري. أنا معرفش. أنت نفسك ينزل في رمضان؟ لا يعني انا بالنسبه لي هو بينزل اوف سيزون في ميعاد معين كل سنه، والناس بتحبه في الميعاد ده، فخلاص عشان خلاص رمضان الجاي. انت عايز تعمل مسلسل؟ والله ما عشان كده يعني. لو نزل رمضان تمام، مش هعمل مسلسل في رمضان خلاص. يبقى اللعبه هو اللي نازل. بس قصدي ما بقاش فارق بالنسبه لي ينزل جوه ولا بره. انت وشيكو. وبعدين عايز اقول لك حاجه، ميعاد برضو بعد الفطار ده. هو احنا قعدنا نفكر كده سنين، بس هو مش صحيح. هو المسلسل في رمضان اللي بينزل في اي وقت، المسلسل الحلو بينجح، بيتشاف، الناس بتشوفه وبتحكي لبعض، فكله بيتفرج. صح. في مسلسل صح اسمه كامل العدد، ما نزلش تلفزيون اصلا السنه دي، نزل على يعني منصه بس وكسر الدنيا. وكسر الدنيا. ونجح وكسر الدنيا. فهي ملهاش دعوه بميعاد النزول، هو ما ليها دعوه بجوده المسلسل.